معناتها أنت بحاجة لمحامي شاطر كتير وعنده خبرة. لقيت شي محامي؟ ها؟ اللي؟ لا، ما لقيت محامي. حتى لو أنت لقيت محامي شاطر، رح تضل تخسر القضية تبعك ورح تروح مصاريك هيك على الفاضي. في بو؟ في بو؟ لو سمحتي، لو سمحتي يا مدام، شو جايبك بهذا الوقت لهون؟ هذا مو وقت لزيارات أبداً ولا وقت النوم كمان. بتحب إني أشكيك للضابط يعني؟ لا، أنا بتمنى تنسي اللي قلته. أنا آسف. فيكي تحكي. أنو في بو، أنت وكلتي لي محامي؟ إيه في بو، وكلت لك محامي. سمعت شو قالت مرتي هلأ؟ حظ غيرك منو مثل حظك. أنا مرتي وكلت لي محامي شاطر. أنت رح تضل بالسجن وأنا رح أطلع من هون. بحبك كتير. في بو، انسى الزلمة هيدا هلأ وشوف المحامي تبعك، هو رح يسألك كم سؤال، بتمنى تتعاون معه. ايه؟ ايه اكيد. يا حضرة المحامي تفضل. مرحبا، كيفك؟ انا المحامي سكسينة BALBLCLD، وهي بعض شهاداتي بالقانون، وما في وقت لأذكرها كلها. وكلتي لي هيدا المحامي؟ كنت بفضل اني ضل بلا محامي، بيكون احسن. بصراحه شيء احسن من ولا شيء، ما هيك؟ ما هو ولا شيء اصلا، انت شو عم تحكي؟ انا ولا شيء، عيني علي. في بوس ماني منيح، اذا كان في عندك محامي فهالشيء اكيد رح يعمل ضغط نفسي كبير على خصومك. واذا ما عندك محامي، خصومك رح يعتبروا انك تركت لهم الساحه لهم. أنا استسلمت يا أنيتا هلأ، استسلمت على الآخر خلص. كتير منيح إنك تركت سلاحك، بس يا ريت لا تستعجل هيك. سلاحك رح يساعدني بخوض المعركة القانونية. إذا رميت سلاحك ما بيكون عندي شي لقاتل فيه. بس نحنا منا بساحة معركة يا أستاذ. يا فيبو، تعاون معه شوي، هو رح يشتغل كل شي لمصلحتك. وهو وعدني إنه رح يطلعك من هون، هو رح يخلصك. اسمعني شوي، ممكن اني اسألك سؤال واحد؟ تفضل. انت ربحان شي قضية بحياتك قبل هلأ؟ ربحت لك شي قضية؟ خبرني لأشوف. بعمري ما ربحت قضية، بس انا بأكد لك اني رح فوز بهي القضية اذا جاوبتني على كل اسئلتي بأمانة تامة وبدون ما تخبي اي شي عني. ماشي؟ سألني. قلي لشوف، يوم اللي انت هاجمت فيه السيد مانموهان تيواري وقوصته، شو كنت اكل يوميتها؟